لو الحكاية فيها إن فيتو الأمر كان شبه محسوم من البداية، اسم النادي ومكانته وهو كمان إمكانياته وقدراته مش عارف مالي بحاجة كويسة، فخدناش حوالي بتاع 10 أيام أو أقل من كده بشوية. مدة التعاقد كلها هتبقى سنة ونص بإذن الله، هتبدأ من فعالياتها من آخر ديسمبر إن شاء الله، يعني ممكن 27 أو 28 يكون موجود هنا في كقيادة فنية للفريق، هتمتد الموسم ونص ينتهي بموسم 2019-2020. وطالما ذكرنا بعض الأسماء اللي زي كده لكن أو الأحداث اللي شبيهة في الجزء ده، لازم كمان نتكلم على أهمية المرحلة وأهمية التواجد فيها وأهمية المنظومة ككل، سواء كانت من الأجهزة الفنية أو من اللاعبين. كل اللي نقدر نقوله أو نوعد بيه نحن إن شاء الله من اللي جاي بالنسبة لنا يبقى أحسن إن شاء الله. شكرا كابتن. فيتو